هذا كو اسطح لك يا براس واليوم كانت واحد الجلسه ديالو سمعنا بلي كانت دارت محاوله ديال الانتحار شنو يمكن تقولنا على القضيه بما انك انت الاول من ضمن الاشخاص اللي شافوها المهم كنت انا في المحل ديالي جالس في صالون الحلاقه هذا اللي نقبلتكم وجات عندي واحد البنيته صغيره كتسكن هنا في الحومه قالت لي عمي هشام عمي هشام راك شادي تشوف شنو كاين انا خرجت طليت لقيت البنيته كلها على برا وشاده يديها من السور ديال السطح طلعت السطح يعني وداتها كلها مدليه على برا في الزنقه وشاده بيديها حنا تخلعنا بقينا كنصوني في السونيطات في الديور جاو الجيران هادو الله يجازيهم بخير حلوا لنا الباب طلعنا السطح منين طلعت للسطح لقيتها لقى الجار ديالها اللي ساكن معاهم في السطح هو اللي شاف قاو الناس كيصوني وخرج عندها هو جرها حنا ما صحبتناش راها مربوطه بكورده اما هي راه رابطه داتها بكورده ومدليها مشدها مع واحد الشرجم ديال البانكو ديال الدروج وعاد دلات راساسها وحنا من المزن تبلغ واحد الرساله بغات تبلغ رساله وحنا فلوس حبتنا عمايات انا ربطت راسي بالكورده هذا هو اللي كاين هذا هو اللي كاين وشنو الاجراءات اللي درتو شنو داروا الجيران شنو واحد جار الله يجازيه بخير جبدها صونه وعليه ما عرفت حتى شي حاجه حتى هو مسكين راه غير تقلع وجرها كامله دخلات انا نقزت ديك الساعات للسطح اللي عندهم وطلعوا شي ناس جيرانهم في العماره وبقى عطاو شويه الماء الحمد لله ولكن الحاله اللي راها فيها هي صراحه حاله نفسيه صعيبه بزاف لقاش الطريقه باش تعاملت معايا وهضرت معاها السيده راه البنيته في عمرها 12 عام ولكن راه كتستوعب مزيان داكشي اللي كتقول قالت لي قلت لها مالك بنتي قالت لي راه الحاله اللي راني فيها مشينا للمحكمه مشينا للمحكمه واستدعاونا وقالوا الاي دي ان مطابقه لاصل داك السيد اللي راه متهمه وهي بفمها قالت لي انا تخلعت صراحه في عمرها 12 عام وقلت لها راه عارفه كل شيء قالت لي شنو كاين قالت لي علاش يخرجوا براءه والادائين كتبس بانهم هما هو اللي دار لي هذاك الشيء هم حتى شهر 5 وفوالا هذا المهم فوالا شي اللي قالت لي بالحرف في حاله الصراحه هادشي اللي قالت لي بالحرف صف هذه هي الواقعه اللي حضرت عليها بعيني نعم سيدي شكرا لا فهم نعم سيدي انت تقدم نفسك اياش انا مصطفى تندير التجاره هنايا تشت واحد البنت هنا راه بغات تنتحر وراه ديجا جارتنا وعيطنا الناس وتا المخزن راه كان تيشوف هنا كلشي على عينيه وعتقناها هذيك البنت راه عتقناها. شنو كتعرف على هذه النساء؟ الناس انا سكنت اسمع هاد الناس انا سكنت عندهم عمرات لها عام وانا ساكن عندهم. وعاد رحت فحالي ما كاينش حتى مشكل عندهم. يعني كيتعاملوا معاها؟ كيتعاملوا الناس مزيان كيتعاملوا معاها ما كاين حتى حاجه. واخا بالنسبه للسبب اللي جعل هاد البنيته تحاول تنتحر شنو كان؟ شنو راه ديجا كاين مشاكل ديجا كانت ما كاين مشاكل راهم عند القضاء هما. يعني هذا ارتباط بالك القضيه اللي كتقول باللي اغتصبوها جوج الناس هادشي اللي تنسمعو فري كاين هادشي والحمد لله لك الله خويا هادشي اللي كاين شكرا لك هذاك هو سطح لك البلاصه داكشي واخا شادو شنو كتعرفوا على القضيه ديال محاولات الانتحار ديال هذا الطفل سيدي حنا كنا في القهوه اللي واقفين سيدي واحد الساعه شفنا عباد الله جايه كتجري لقينا البنت شفنا عباد الله جايه كتجري جينا حتى حنا كنسبقوا لقينا العاده والعاده وكنتبنى البنت معلقه باغيه تسيب من الفوقي من السطح بقاو الدراري هنا كيعيطوا العاده وطلع واحد السيد هو هنايا حلاق مسكين هو اللي طلع كيسبق وواحد السيد هو كان الفوقا هو اللي جاو نقدوها داك الشيء اللي عرفنا حنايا دابا حاليا هكا مازال ما عرفناش البنت مالها الساكنه ديال هاد الحومه حنا ولاد السيكتور هنايا ولاد الحومه دارنا الفوق الله اعلم حنا حتى شفناها كتغوت وعباد الله كيعيطوا العاده درنا 10 ليله جا السيد طلع مسكين نقدها هذا الشيء اللي عارفين حنايا حاليا دابا وجينا كنغوتوا باش فهمتيني شي واحد كان شي واحد في السطح حنا بقات فينا وكل شيء هنا مساكن كل شيء باغي يعرض يديه كل واحد شنو باغي يدير غير باش ينقدها حيت بنيه صغيره وما عرفناش علاش كتغوت مسكينه والله ياخذ حقها والله ياخذ حقها هادشي اللي غنقول والله ياخذ حقها
واخا سيدي انت ساكن حدا هاد النسب؟ انا قبلتهم هنايا هنا في الحانوت. واخا قالوا لنا بلي البنيته ديالهم ايمان مسكينه كانت حاولت تنتحر. وهذا الشيء اللي قالت انا قالت هنا لداخل على هنايا كنتفرج في الراديو وكنستنط الاخبار وانا نسمع العاده ومني خرجت كنصيبها مع القرا فينا غادي مع القف يديها شاده في الحردوف. الجسم ديالها على برا. على برا مهندل ليا غادي تهبط. ما احنا ما غير كل هالحومه كتلغي اللي دايز كيغوت اللي دايز. العلم شنو السبب في نظرك؟ علاش هي حاولت تنتحر؟ العلم ولا احنا ما نقدرش. القضيه اللي كتقول هي لا في راسي ذاك الشيء القديم ولكن ما باش نقول لك انا شنو عارف الله اعلم ما عارف ديك المسائل اللي حضرت ديك الخطره بيناتهم راه كاينه ولكن واش على حسابها ولا على ولا جاتها لقانا وبغات دير طلاخر ولا من الله اعلم ما نقدرش نقول لك شي حاجه اللي. نعم سيدي شكرا. لا شكرا واجب. انا الجاره نتاع هاد السيده هادي البنيته اللي وقع لها المشكل. انا لداخل في البيت عندي كسمع الغوات. البنت خدامه معايا لداخل كتقول لي عتقي راه كتموت كتموت كتموت. خوش كنسبك كنلقى البنت مدليه مسطح نصها كله مدلي الارض. في واحد اللحظه في واحد المشتعين شي واحد مسطح خطفها ونقدها في اخر لحظه. البنت نصها كله مدلي في بالنسبه للسبب شنو تقدر تقول لي؟ هي انا شي مشكل مع شي اغتصاب راه المسائل تاعها غاديه شحال هذه المسائل القضائيه وكل شيء راه غاديه شي كنسمعوا كنقراوا عليها في اليوتيوب. جيراتنا جارتنا عارفين كل شيء عليها. شنو كتعرفوا على هذه العائله؟ يعني التعامل ديالها؟ البنت ديما نقيقيه ديما مزيانه ديما لابسه كتجي تصوب لها عندي انا حلاقه كتجي تصوب لها عندي شعيرها مره مره نقطع لها كل شيء راه على علينا حنا جيران. نشوفها زعما حق الله ديما مزيان راه باه كتعاملها بحالها بحال بنتها. راه عندها بنيته مع ديالها ديما هي وياها تخرجها معاها كيخرجوا كيديها تريها ديما هي وياها زعما ما شايفين حتى شي حاجه بحق حق الله ما شايفين حتى شي حاجه شايفين غير المعامله الطيبه معاها. ولكن البنيته شنو عندها لداخل داك الشيء النفسي عندها النفساني داك الشيء داك التاثر تاثرات من ديك القضيه القديمه مازال خدامه فيها. سي نورمال راها صغيره راه كتعرف كل شيء. الاغتصاب راه ماشي شي حاجه اللي سهله غادي تنسى في المجتمع. واخا تكبر غتكبر تبقى معاها دائما هاد اللقطه هادي. في المقابل هاد البنت ما عندها غير الخير وجميع الخير مع امها مع باها مع كل شيء. المهم دابا في هاد الساعه سمعت العاده وطلعت من البانكو لقيت الناس والجوقه كيقولوا لي رمي ملايا ما عرفت شنو باش تبليت. منين طلعت للسطح لقيت البنت ولقيت المهدية الله فكوها وهشام الله يكثر خيرهم والحمد لله.